30,000 في مرحلة التسعين السردين بـ30 هيا ونعطيهم اللي ما عندوش بطل. بعد أن وصل عتبة 800 دينار جزائري اليوم بين 100 و300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، أسعار السردين تتراجع في أسواق ولاية جيجل، انخفاض أرجعه التجار إلى وفرة هذا النوع من السمك. قبل كان 80 90 70، الأخرى السومة الأخرى 60,000، دوك 30,000 25 بجمع بينها 10,000. دخلت الخير تاع ربي، ربي عطا خيره، الخير كاين تاع جيجل، تاع جيجل وكاين تاع الكل، كاين تاع سكيكدا، كاين تاع بجايه زيامه، كاين الخير كاين. عندها دوك 3 سنين ولا 4 ما كانش السومه هذه. ما كانش جامي تسوم. عندها المرحله هذه دوك الشهر هذا وهذيك باقي ايامات ومن بعد خلاص. انخفاض لقي ارتياح لدى المستهلك، يترجمه هذا الاقبال الكبير للمواطنين. 30,000 80,000 مليحه سوا دروك مع الجامي تصل البري هذا بزاف وي 30,000 شري 2 كيلو برك للدار مليح بيا كان 70,000 80,000 داك 30,000 باطل. مرحبا بكم بالكل. بالكل بالكل تشري. بين تحقيق الوفرة في الأسواق وإقبال المستهلك على سمك السردين، يبقى أمل أصحاب الدخل المحدود في استمرار هذا الانخفاض لأسابيع أخرى.